إذا كنت من سكان الصين وسافرت بطائرة منها إلى فرنسا، فأنت في الواقع لم تسافر فحسب، بل انتقلت من عالم إلى آخر، من العالم الثالث إلى العالم الأول. ثلاثة عوالم تحكم الكوكب، أو بشكل أدق تقسمه كما تريد الدول. ففي السابق صنفت الولايات المتحدة دول العالم وباتت تطلق لهم التصنيف المناسب. أنت في العالم الأول، أما أنتم ففي العالم الثاني. أنتم لا تمثلون أحدا، إذن فأنتم من العالم الثالث. وقد يكون هناك عالم رابع لا يعلم به أحد، ولكن من أين بدأت تلك التقسيمة؟ وكيف تصنف دول العالم اليوم؟ كان القرن الماضي يعج بالأحداث والصراعات، وعلى رأسها الحرب العالمية الثانية التي كانت الحرب الأعنف في التاريخ. دمار وقتلى ودول عادت لنقطة الصفر. أوروبا تلملم خسائرها ودمارها، والشرق الأوسط في حالة من الغليان. انهيار الدولة العثمانية وقبلها الإمبراطورية الروسية. العالم أعاد ترتيب أوراقه من جديد، والولايات المتحدة صعدت لتنافس الاتحاد السوفيتي في قيادة الكوكب. وتلك المنافسة كانت نتيجتها الكثير من الحروب والصراعات والتقسيمات التي لم يسمع بها أحد من قبل. فما إن انقضت الحرب العالمية الثانية حتى انطلق الصراع المحتدم بين واشنطن وموسكو. أمريكا كانت ترى في الاتحاد السوفيتي عدواً يحاول مد فكره الشيوعي في كل أنحاء العالم، وأن عليها إيقافه تماماً. من جهته الاتحاد السوفيتي كان يرى بأمريكا دولة إمبريالية مارقة لا تريد الخير للعالم، وتحاول تحويل كل شيء لمقابل مادي. الأمر الذي تحول لما عرف لاحقاً بالحرب الباردة بين الطرفين. فأمريكا كانت تدعم دولاً من جهة، والسوفييت يدعمون دولاً من جهة أخرى، فيما وقفت كثير من الدول على الحياد. وهنا وجد بعض المنظرين الغربيين أن العالم يجب أن يقسم. ففي الحقيقة الحرب الباردة كانت السبب الرئيسي لتقسيم العالم إلى ثلاثة عوالم، هي العالم الأول، العالم الثاني، العالم الثالث. ألفريد سوفي المنظر الفرنسي الشهير كان عراب التقسيم، ففي أوائل خمسينيات القرن الماضي نشر مقالا له عن تقسيم العالم، فوضع الغرب أو المعسكر الرأسمالي في العالم الأول، والاتحاد السوفيتي أو العالم الاشتراكي في العالم الثاني. أما العالم الثالث فقد ضم الدول التي لم تحسب على أي من الطرفين. سوفي أوضح من المقال والتقسيم الذي وضعه أنه كان واحداً من بين ملايين البشر المتأثرين بتقسيم الكوكب لقطبين، لكنه لم يعلم أن ذلك التقسيم سيستمر لعشرات السنين حتى بعد نهاية الحرب الباردة، وسيتحول لتقييم لكل الدول من الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وأخيراً دخلت حقوق الإنسان والحريات في هذا التقييم بشكل مباشر. فقد انهار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وانهارت معه أغلب الدول الاشتراكية، حيث تفككت تشيكوسلوفاكيا وباتت عدة دول، وتبنت أغلب الدول القديمة أنظمة جديدة تختلف جذرياً عن النظام الاشتراكي، ما جعل من تصنيف سوفي القديم غير صالح تماماً، فلم يعد هناك اشتراكية في العالم، وأصبح الكوكب تقريباً ذا قطب واحد، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك اختفى تقريبا تصنيف دول العالم الثاني، وبات يوجد دول العالم الأول ودول العالم الثالث. ولكن ما هو تصنيف كل دولة وكيف تصنف الدول اليوم؟ مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، انتقلت العديد من الدول التي كانت في تصنيف دول العالم الثاني إلى دول العالم الأول، خصوصا تلك التي انضوت تحت مظلة الاتحاد الأوروبي والناتو، لكن الكثير منها بقيت في المنتصف، في حين بقيت دول العالم الثالث في موقعها، وذلك كونها بقيت على الحياد بعد ذلك في العديد من القضايا، حيث صنفت الدول العربية جميعها تقريبا في دول العالم الثالث، إلا أنها ومع مرور السنوات خرجت معايير جديدة لتصنيف الدول،
يأتي على رأسها الاقتصاد. ففي دول العالم الثالث يعتمد الاقتصاد غالبا على الزراعة وبيع المواد الخامة، وذلك بهدف شراء السلع الجاهزة. أما في الدول المتقدمة تشكل تلك الأنواع جزءا من الاقتصاد. الدخل القومي الإجمالي بات من بين المعايير، حيث يتم تقييم إجمالي ما تقدمه الدولة للمواطنين خلال العام من سلع وخدمات يومية ومعيشية، ومن ثم أضيف للمعايير الصناعة والتي تؤكد تطورها. وأخيرا دخلت التكنولوجيا على الخط لتضاف للمعايير، ومعها الأمية ومتوسط العمر المتوقع الذي يعد معدل السنوات التي يعيشها الفرد، ويضاف لهم الهيكل العمري في الدولة ومعدل البطالة العام. ومع ذلك بقي التصنيف متأرجحا بين العديد من الدول، إذ يخرج وزير دولة ما ويقول عن دول أخرى أنها من العالم الثالث، ويتكرر الأمر مرات ومرات. لكن الأمم المتحدة وضعت تصنيفا مغايرا قليلا، حيث قامت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بتصنيف دول العالم إلى 3 تصنيفات، وذلك لأغراض تحليلية فقط، وهي دول متطورة في مختلف المجالات مثل أستراليا واليابان والنرويج، دول بمرحلة انتقالية اقتصادية مثل ألمانيا وصربيا وأوكرانيا، وأخيرا دول نامية مثل كوبا ومصر. التصنيف الجديد وضع دول العالم الثالث بتسمية جديدة هي الدول النامية. باختصار، اليوم لا تزال الاقتصادات الغربية القوية توصف بأنها العالم الأول، لكن مصطلح العالم الثاني أصبح قديما ومحدود الاستخدام، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بينما بقي العالم الثالث أكثر التسميات الأصلية شيوعا، لكن معناه تغير من وصفه لدول عدم الانحياز بشكل عام لأي من طرفي الحرب الباردة إلى مصطلح يشمل جميع دول العالم النامي. لذلك قد تجد اليوم العديد من الاقتصادات القوية لكنها في دول العالم الثالث أو في تصنيف الدول النامية. فالصين على سبيل المثال تعتبر ثاني أقوى اقتصاد في العالم، ودولة تمد كل الكوكب بالبضائع والتقنية، لكنها تصنف على أنها من الدول النامية. والسبب الرئيس يعود لكونها لا تزال تعاني من البنية التحتية، حيث يوجد فرق كبير للغاية بين المدن والقرى أو المناطق الريفية، كما لا يزال عدد كبير من سكانها يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي. وباتت مسألة الهجرة من الريف إلى المدن قضية متعبة للحكومة الصينية حتى اليوم، حيث لم تتمكن من المساواة بين الجانبين، ولا يزال الفرق واضحا. وذات الأمر ينطبق على العديد من الدول مثل تونس ومصر وغيرها، أو حتى تركيا التي على الرغم من كونها دولة صناعية لا تعتمد على الموارد الطبيعية، لكنها تصنف من الدول النامية أو دول العالم الثالث. والسبب الفرق الكبير بين الأرياف والمدن، فيما لدى دول الخليج تصنيف منفرد وفق الأمم المتحدة، حيث ترى الأمم المتحدة أن دول الخليج العربي لا يمكن تصنيفها ضمن الدول النامية كونها تملك ثروات كبيرة، وفي ذات الوقت تعتبر متطورة بشكل كبير عن بقية دول الشرق الأوسط. لذلك يوجد تصنيف لها هو الدول المصدر للنفط، والذي يضم البحرين والإمارات وقطر والسعودية والكويت. واليوم وللقفز من التصنيف الثالث إلى الثاني أو الأول، يعتبر مؤشر التنمية البشرية HDI أحد المحددات لتضمين الدول وتوزيعها ضمن نظرية العوالم الثلاثة، وفيه يقاس تطور البلد بالتزامن مع نموها الاقتصادي من خلال متابعة مؤشرات مثل معدلات البطالة ومعدلات وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع ومستويات المعيشة ومعدل توزيع الدخل ومؤشر التعليم. وعلى الرغم من كثرة الدول في تصنيف الدول النامية، لكنها تعتبر اليوم لاعبة رئيسية في الكوكب، ويمكنها قلب الموازين إذا حققت تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما تراهن عليه العديد من الدول مثل مصر وتونس وتركيا لتنتقل من التصنيف الأدنى إلى الأعلى. برأيك، هل التصنيف الذي تضعه الأمم المتحدة اليوم عادلاً؟ أم أنه لا يعتمد على حقائق واضحة؟